التهيئة والاستعداد لفصل الخريف؟ مؤكد طبعا. نحن عندنا فصل الخريف اللي هو في فصل يعني في فصل الصيف اللي بيجي من 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 شهر 6 الى شهر 10 دائما في المدن بيعمل يعني مشاكل في التصريف تصريف المياه وكذا. فاي حاكم او اي والي في اي ولايه او محليه مفروض يكون عنده بلان اكشن بلان اللي هو خطة عمل وتكون خطة عمل سريعة ومربوطة بزمن محدد. صحيح. فهنا هذا هنا 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 يعني الـ 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 يشعر المواطن بانه في انجاز في دولة في 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 في, في, في دولة في, في في دولة وعندها خطة مربوطة بالزمن. ما دام الخريف اصلا على الابواب يبقى معناته نحن في الوقت المحدد دي مثلا نحدد 15 يوم نكون خلاص خلصنا مثلا فتح المجاري فتح الشادية بدينا في موسم الزراعة مفروض نكون يعني حضرنا مثلا الجازولين وحضرنا الزيوت للتراكترات للعمل وكذا يعني وحضرنا أي شيء له علاقة مثلا بالزراعة له علاقة بالبناء له علاقة بكذا. ده هو إدارة الدولة كيفية إدارة الدولة. فأي والي وأي مسؤول محلية يجب أنه يعمل ما عمله والي كسلة. ونحن برضو أنا ممكن أعقب على أنه محافظ مشروع الجزيرة يعني ماشي على قدم وساق في, 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 في مسألة بناء إعادة بناء المشروع. نعم. إعادة بناء مشروع الجزيرة وعنده موسمين العروة الشتوية والعروة الصيفية وبرضو شغالين على فتح اللي هو الترع الكبير اللي بيجيب المياه من خزان سنار ويعني ماشيين على قدم وساق لري اللي هو المساحات اللي والاستعداد ايضا للفصل القادم الاستعداد ايوه موسم الزراعه وموسم الخريف.